مصر وقطر والولايات المتحدة تصدر بياناً مشتركاً بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وتؤكد أن المحادثات كانت جادة وبناءة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 40,000 شهيد وسط أوامر جديدة بالإخلاء. خلال زيارته لبيروت، وزير الخارجية يؤكد أن إنهاء الحرب في قطاع غزة ومنع امتدادها للبنان هو الأولوية المصرية الملحة في الوقت الراهن. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. أهلا بحضراتكم. أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا بشأن غزة، حيث أوضح البيان انخراط كبار المسؤولين في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. وأوضح البيان المشترك أن تلك المحادثات كانت جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية. وأشار البيان المشترك إلى أن الولايات المتحدة تقدمت بدعم من مصر وقطر لكلا الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي وكذلك قرار مجلس الأمن. كما أوضح البيان المشترك أن كبار المسؤولين من الحكومات الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة اليوم. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح
أو تحقيق الأمن. أدانت الخارجية الفلسطينية الهجوم المسلح الذي شنه المستوطنون على قرية جيتا في الضفة الغربية. وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لطبيعة هذا الهجوم، خاصة وأنه هجوم جماعي منظم ومسلح شارك فيه ما يقترب من 100 مستوطن بنية القتل، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إحراق عدد من منازل الفلسطينيين ومركباتهم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك تصعيدا خطيرا في جرائم إسرائيل المستمرة والتي ترتكبها بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان، قال إن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف، مضيفا أنه يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات من الأذى، ويشمل ذلك التدخل لوقف مثل هذا العنف ومحاسبة جميع مرتكبيه. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة الشهداء وصلت إلى 40,000 وخمسة شهداء وإصابة ما يقترب من 92,400 فلسطيني، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وقد أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا جديدا اليوم بإخلاء مناطق في جنوب ووسط غزة كانت محددة في السابق بأنها مناطق إنسانية آمنة. وزعم جيش الاحتلال أن هذه المناطق تستخدمها حركة حماس كقاعدة لإطلاق قذائف المورتر وصواريخ نحو إسرائيل. وذكر الجيش أنه أرسل منشورات ورسائل نصية تحذيرية إلى سكان المنطقة الواقعة في شمال مدينة خان يونس بجنوب القطاع وفي شرق دير البلد، حيث يحتمي عشرات الآلاف من القتال الدائر في مناطق أخرى من القطاع. أفاد استطلاع لمعاريف بأن انضمام رئيس الوزراء السابق نفات ليبينتا للمحاربة يضعف تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف الاستطلاع أن 47% من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع يواف جالنت مقابل 27% يؤيدون ذلك، مشيرا إلى 57% يعتقدون أن إسرائيل قادرة على التعامل مع هجوم من جبهات متعددة فقط بمساعدة الولايات المتحدة. قال وزير خارجية النرويج إسبين بارف إيدي أن القرار الإسرائيلي بوقف العمل في مكتبها التمثيلي في رام الله يهدف إلى ضرب الفلسطينيين. وأكد وزير خارجية النرويج على ضرورة أن يستمر دعم النرويج للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بكل قوة. It was very important to make that message because we can simply not accept that key agencies of the United Nations of the world body.
إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء من أهالي غزة، لا تزال شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية تصطف على جانبي الطرق والمحاور ما بين مدينة العريش ورفح، وذلك بانتظار الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وفي السياق ذاته، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية بإغلاق تام للمعابر اليوم أمام كافة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المدنيين بالقطاع. بعد التحية في هذه المتابعة لتداعيات الحرب على قطاع غزة، نحن اليوم أمام مشهدين اعتياديين. هذه المشاهد تعود إلى أسباب عديدة، وفي مقدمتها هو التعنت الإسرائيلي أمام المشهد الأول، وهو استمرار اصطفاف المساعدات الإنسانية على جانبي الطرق المؤدية من مدن العريش والشيخ زويد إلى رفح، ومن ثم الدخول من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم. هذا المشهد الخاص بالمساعدات، وكما نرى الآن من خلفي اصطفاف للعديد من الشاحنات والمساعدات المتنوعة والمختلفة، سواء من المؤسسات المصرية والعربية والدولية وأيضا الأممية. هذه المساعدات المنوعة ما بين مساعدات غذائية وإغاثية وأيضا طبية ومشتقات بترولية يقابلها التعنت الإسرائيلي. أما المشهد الآخر وأيضا جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وهو إغلاق تام لمعبر رفح اليوم. هذا الإغلاق منع دخول أي من هذه المساعدات اليوم إلى قطاع غزة، لتستمر هذه السياسات بحق المدنيين في قطاع غزة، سواء من استمرار للغارات وأيضا سقوط الكثير من الشهداء والجرحى، أو أيضا منع دخول المساعدات سواء عن طريق التباطؤ والإجراءات التعسفية. واليوم الإغلاق مما يؤدي إلى حالة الموت البطيء وإجاعة وأيضا تجويع المدنيين في قطاع غزة، وهذا ما حذرت منه العديد من المؤسسات الأممية والدولية من انتشار لحالة المجاعة ونقص في المواد الغذائية والمياه والكهرباء بقطاع غزة. هذا هو المشهد الاعتيادي من قبل سياسات الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات وإغلاق المعبر في هذا اليوم. عودة إليكم. التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال الزيارة التي يقوم بها لبيروت. وأوضح عبد العاطي أن الزيارة الحالية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأكيد دعم مصر الكامل والثابت لسيادة واستقرار لبنان، مستعرضا الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر لرفض أي انتهاكات للسيادة اللبنانية. كما تطرق وزير الخارجية إلى جهود مصر المستمرة لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن إنهاء الحرب في غزة ومنع امتدادها للبنان هو الأولوية المصرية الملحة في الوقت الراهن. ومن جانبه، أشاد رئيس الحكومة اللبنانية بالجهود المصرية الحثيثة لإقرار التهدئة في المنطقة وخفض التصعيد وما تتحمله القاهرة من مسؤوليات كبيرة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ذلك بالتوازي مع مساعيها لمنع الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان. عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب خلال زيارته الحالية إلى بيروت. شهد اللقاء حوارا معمقا يؤكد على دعم مصر الراسخ للبنان الشقيق، كما استعرض الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتداعياتها على الوضع في لبنان في ظل الجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار لبنان.
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن أمن وسيادة واستقرار لبنان مصلحة مصرية وعربية، مشددا على أن مصر لن تتوانى على بذل كل جهد لتجنيب لبنان ويلات التصعيد. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بحبيب من العاصمة بيروت، أكد عبد العاطي تكليف الرئيس السيسي له لنقل رسالة دعم وتأييد وتضامن من مصر للشعب اللبناني في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان. في إطار هذه العلاقات الأخوية وهذه العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كلفني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالذهاب إلى هذه العاصمة العظيمة والقريبة لقلوبنا بيروت لننقل رسالة دعم، رسالة تأييد، رسالة تضامن من مصر حكومة وقيادة وشعبا للقيادة والحكومة والشعب اللبناني العزيز والشقيق في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان وتمر به منطقتنا العربية. هناك أزمات عديدة تموج بها المنطقة، ونخشى ما نخشاه أن يكون لهذه الأزمات انعكاسات سلبية على أمن واستقرار لبنان، وهو أمر لا تقبل به مصر. بالتأكيد أمن وسيادة واستقرار لبنان هو مصلحة مصرية أكيدة، وهو مصلحة عربية أكيدة. هذا وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تكثف اتصالاتها لتعزيز الاستقرار في المنطقة وخفض حدة التصعيد الإقليمي والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن الجهود المكثفة للتوصل إلى حد شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية مع تنفيذ حل الدولتين. وخلال المؤتمر الصحفي أشار عبد العاطي إلى جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل إلى صفقة تفضي إلى وقف إطلاق النار في القطاع. تبذل مصر بالتعاون مع شقيقتها قطر وبالتعاون مع الولايات المتحدة خالص الجهد في إطار سرعة التوصل إلى صفقة تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف أعمال القتل للمدنيين وتبادل للأسرى والرهائن. هذا هو المفتاح لبداية الحل في هذه المنطقة، وبداية تخفيض التصعيد، وبداية منع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب شاملة لا يعلم إلا الله مداها وما ستسفر عنه من قتل وتخريب ودمار. وبالتالي سنستمر في هذا الجهد، ونأمل أن تتوافر حسن النية والإرادة السياسية للتوصل لهذه الصفقة العاجلة التي لابد وأن تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف القتل للمدنيين الفلسطينيين. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب أن مصر تقف إلى جانب لبنان وتقدم الدعم اللازم له في ظل التصعيد الجاري بالمنطقة. وخلال المؤتمر الصحفي قال وزير الخارجية اللبناني إن مصر فتحت أبوابها للبنانيين في الميادين كافة، ولن تنسى بلاده مبادرتها في تقديم يد العون للبنان. فلبنان واللبنانيون لا يسعهم أن ينسوا مسارعة مصر في كثير من الأزمات والمآسي التي عصفت بهم إلى مد يد العون لهم، كما لا يسعهم أن ينسوا دورها في الكثير من المبادرات والحلول لأزماتهم السياسية، وآخرها اللجنة الخماسية المساعدة في انتخاب رئيس لبنان والتي تشكلون أحد أركانها. وما زيارتكم اليوم مع الوزير في هذا الوضع الدقيق والخطير الذي يمر به لبنان والمنطقة سوى تأكيد إضافي على وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها له. فشكرا لكم على وجودكم في بيروت، والشكر الأكبر لسيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بلبنان وبالحفاظ على الاستقرار فيه.
التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث استهدف اللقاء التشاور حول جهود وقف التصعيد ومساعي إقرار التهدئة وتغليب مصلحة لبنان وشعبه وتبادل الرؤى والتقديرات تجاه التحديات المتزايدة التي يواجهها لبنان في تلك المرحلة الدقيقة، والتشاور بشأن جهود خفض التصعيد في المنطقة. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصومال أو المساس بسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها. جاء ذلك خلال استقباله لرئيس الصومال حسن شيخ محمود، حيث أشار العسومي إلى أن أمن واستقرار جمهورية الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. من جانبه أشاد الرئيس الصومالي بدور البرلمان العربي وكذلك الجهود التي يقوم بها من أجل الدفاع عن القضايا العربية من خلال توظيف دور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق مصالح الشعب العربي الكبير. السادسة متواصلة ونتابع فيها. روسيا تعلن عن تدمير وحدة أوكرانية في كورسك، والقوات الأوكرانية تسقط 5 مسيرات بشمال وبجنوب البلاد. دمرت القوات الروسية وحدة أوكرانية لعمليات الاستطلاع والتخريب بحوزتها أسلحة من دول حلف شمال الأطلسي، وذلك في منطقة كورسك بغرب روسيا. وتقاتل روسيا القوات الأوكرانية في كورسك منذ 6 أغسطس الجاري بعد التوغل المباغت الذي نفذته قوات كييف في أكبر هجوم على الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. أكدت روسيا أنها اعترضت 12 صاروخا أمريكية صنع أطلقتها القوات الأوكرانية على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية والتي ضمتها موسكو في عام 2014. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مسيرين أطلقا نحو شبه جزيرة القرم في البحر الأسود. وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية هاجمت بالمسيرات أهدافا في الأراضي الروسية، مضيفة أنها تمكنت من تدمير 5 مسيرات في السياق ذاته. أيضا أعلنت روسيا عن سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا تقريبا من مدينة بيكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة 5 التي أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية. وأضافت القوات الأوكرانية أن روسيا استخدمت أيضا 3 طائرات مسيرة من طراز شاهد وطائرتين مسيرتين آخرتين من نوع غير معروف. تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعزيز التعاون مع روسيا. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن ذلك جاء كرد على رسالة تهنئة من بوتين في ذكرى يوم التحرير. وأعرب كيم أون عن دعمه القوي والثابت وتضامنه الراسخ لحرب روسيا في أوكرانيا. يتبنى الحزب الديمقراطي سياسات اقتصادية مختلفة عن الحزب الجمهوري، يؤكد ذلك البرنامج الذي تتبناه المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مقابل برنامج منافسها الجمهوري ترامب. وذكر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة جنريشن لاب أن 41% من المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن هاريس هي المرشحة الأفضل للاقتصاد، بينما اختار 40% ترامب.
إدارة الملف الاقتصادي هو التحدي الرئيسي الذي يواجهه كل من الديمقراطيين والجمهوريين في السباق إلى البيت الأبيض، وهو العامل الأساسي الذي يرتكز عليه البرنامج الانتخابي لكل منهما. السياسات الاقتصادية للمرشحة الديمقراطية المنفتحة على العالم كاملا هيريس تختلف بطبيعة الحال عن منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي قد يفرض المزيد من القيود التجارية، لا سيما وأن الناخبين يهتمون بشكل خاص بكيفية تعامل المرشحين مع القضايا الاقتصادية الملحة مثل التضخم والنمو الاقتصادي وسوق العمل. وفي الوقت الذي تبدو فيه إزالة المخاوف بشأن احتمالية ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو، انطلقت هيريس في عملية توضيح أجندتها الاقتصادية بالإشارة إلى التقدم المحرز أخيراً في مكافحة التضخم الذي أثر بشكل كبير على إدارة الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي خلال العامين الماضيين. وهي الثغرة التي يهاجم منها ترامب هيريس لكونها نائبة بايدن ومشتركة معه في إدارة الملف الاقتصادي الذي أصبح يعاني من تباطؤ في النمو وارتفاع معدل البطالة الناجم عن حالة الركود المصاحبة لمعدلات رفع الفائدة لكبح جماح التضخم. ووفقا لاستطلاع رأي جديد، اعتبر 41% أن هيريس هي المرشحة الأفضل للاقتصاد، بينما اختار 40% ترامب، وقال 19% آخرون إن الاقتصاد سيكون أفضل تحت قيادة شخص آخر. هيريس أكدت على أهمية الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، وهذا ينسجم مع مصالح الشركات الكبرى، كما أنها تؤمن بأهمية دور الولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي وضرورة المشاركة في الاتفاقيات متعددة الأطراف، على عكس ترامب الذي يرى أن فرض قيود على العلاقات التجارية لا سيما مع الصين، حيث تشمل خططه فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية، بالإضافة إلى دعم العملات المشفرة مما قد يهدد مكانة الدولار. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية ومحاولات خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى المخاوف من انخفاض سعر الدولار وارتفاع أسعار الذهب بمستويات كبيرة بسبب زيادة التوترات الجيوسياسية حول العالم، يضفي كل ذلك تحديات إضافية على الرئيس القادم للبيت الأبيض. أعلن البرلمان التايلاندي عن حصول المرشحة لرئاسة الوزراء بايتو تارين شينا واترا على الأغلبية اللازمة لرئاسة الحكومة في البلاد. جاء ذلك بعدما فشلت في التصويت الأول إذ حصلت على 153 صوتا، بينما تحتاج إلى 248 صوتا. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا بإقالة رئيس الوزراء سيرتا تافسن بسبب انتهاكه الصارخ للمعايير بتعيين وزير قد سجن من قبل، مما أثار مخاوف إزاء احتمال حدوث توتر سياسي واضطرابات في التحالف الحاكم. اجتاح إعصار ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ ترافقه رياح عنيفة وأمطار غزيرة، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات جوا وبالقطارات في منطقة طوكيو، مع انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4000 منزل. ورصد الإعصار أمبل على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب طوكيو، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة، وكان متجها شمالا وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وصنفت وكالة الأرصاد هذا المنخفض الجوي بأنه قوي جدا، وهو مستوى أدنى بدرجة عن أعلى فئة، وهي إعصار عنيف مع رياح تصل سرعتها القصوى إلى 105 عقدة. ونبهت وكالة الأرصاد المواطنين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة عواصف وأمواج عادية وانزلاقات تربة وفيضانات. يحاول رجال الإطفاء في تركيا احتواء حرائق غابات في 3 أقاليم في شمال غرب البلاد، وتشارك 14 طائرة و 31 طائرة هليكوبتر و 265 مركبة برية في جهود مكافحة الحرائق، إلى جانب نحو 1400 من العاملين في قطاع الغابات. Cut!
تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. تنطلق فعاليات أكبر مهرجان للأكل والطبخ في مصر، مهرجان بايتس باي ذا سي إيه، ضمن فعاليات مهرجان العالمين 2024. يضم المهرجان العديد من المفاجآت والمسابقات التي تنظمها قناة سفرة، وتقدم هدايا متميزة للجمهور. المزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك كريم. واليوم مهرجان العالمين الجديدة يشهد انطلاق أكبر مهرجان للأكل والطبخ، يعني زوايا متنوعة ومتعددة في المهرجان، ثقافية وفنية ورياضية، وهي زاوية جديدة ألا وهي هذا المهرجان الخاص بالأكل. ضعنا في تفاصيله. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. كما ذكرت بالفعل، مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية يتميز بالتنوع والتفرج. بالطبع يعني مهرجان الطبخ له حالة خاصة، لكن قبل أن نذهب إلى مهرجان الطبخ دعوني أحدثكم عن أين أنا متواجد الآن. هنا في منطقة العالمين الجديدة، تحديدا أمام منطقة النورث سكوير، حيث بدأ اليوم فعاليات أسبوع الموتور ويك. وهذا الأسبوع بالطبع ينطلق به سباقات متعددة للسيارات، وتحديدا سباق السيارات السرعة، وأيضا سباق السيارات في الحواجز المختلفة. ولكن يتنوع أيضا سباق السيارات هذه بين سباق سيارات للكبار، وأيضا يعني سباق سيارات للصغار، ولكن ليس من المعتاد أن يكون على الطرق العامة. جاء هذا بالطبع بعد التطوير والتجهيز لاستعداد لاستقبال كل هذه السباقات. عدد كبير من السيارات من خلفي مجهزة ومعدلة لدخول في هذا السباق، بمشاركة عدد كبير من السائقين لسيارات السرعة المحليين والعالميين والمصريين، اللي نحازوا على يعني بالطبع مراكز عالمية من قبل في سباق السيارات. ولكن هنا في مهرجان العالمين الجديدة يشارك
بيشاركوا للمرة الثانية في أسبوع الموتور ويك، وبها كل أنواع هذه السيارات سباقات السرعة تحديدا هي الأكثر رواجا وتفاعل كبير من الجمهور في حقيقة الأمر. ولكن كما ذكرت أيضا مهرجان الطبخ له طابع خاص عند المصريين، فهناك مهرجان الطبخ وتحديدا بايتس باي ذا سي الذي سيقام في منطقة اليو أرينا، وهذا بتنظيم يعني قناة سي بي سي سفرة وأيضا بالتعاون مع بايتس باي ذا سي. هذه التنظيم لعدد كبير من الأكلات المتنوعة وأصناف مختلفة ومتعددة لأكلات محلية وعالمية، يعني ربما أكلات من لبنان ومن سوريا ومن العراق ومن مصر طبعا، وأيضا من يعني شرق بلاد شرق آسيا ودول شرق آسيا ودول أوروبية. عدد كبير وأصناف كثيرة من الأطعمة ستكون متواجدة في بايتس باي ذا سي أو الفود فيستيفال، وهذا مهرجان الطعام الذي يأتي على هامش مهرجان العالمين الجديدة في نسخته في أبني. ذلك ربما الصورة دائما تتحدث عن نفسها، التنوع والتفرد والتفرد في اختيار الأماكن، يعني ربما أيضا والفعاليات، منها هذه الفعالية اللي متواجد أنا بها الآن لسباق السيارات، وأيضا الفعاليات الخاصة بمهرجان الطبخ وبايت باي ذا سي، وأيضا الحفلات الغنائية التي تنتظرها اليوم في منطقة اليو أرينا. نتحدث عن مسار إجباري وأيضا حمزة نمرة سيكون متواجدين اليوم، لذلك تنوع والتفرد، بالإضافة أيضا لافتتاح بالأمس مهرجان نبتة داخل مهرجان العالمين الجديدة، ورأينا اليوم تفاعل كبير وإقبال كبير من العائلات والأطفال داخل مهرجان نبتة للورش المختلفة والمسرحيات المختلفة التي تعرض في مهرجان نبتة، ومنها أيضا ألعاب ترفيهية لكرة السلة، ومنها للرسم، ومنها للتلوين، وأيضا ورش تعليمية وتثقيفية بجانب المسرح داخل مهرجان نبتة. هذه هي الصورة من مهرجان العالمين الجديدة، والآن أعود عليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا لك كريم بيبرس من مهرجان العالمين الجديدة، أشكرك شكرا جزيلا. أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور بنتائج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصيني العام لسنة 2024، والذي يعد واحدا من التصنيفات العالمية المرموقة. وأعلنت نتائج التصنيف إدراج 8 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وزيادة أعداد الجامعات المدرجة بالتصنيف إلى 8 جامعات مقارنة ب7 جامعات في العام الماضي 2023. وثمن الوزير الجهود التي تقوم بها الجامعات المصرية والتي انعكست على ارتفاع متواصل بنتائجها في العديد من التصنيفات الدولية الأجنبية خلال الفترة الماضية. تفقدت نائبة وزير الصحة والسكان عبلة الألفي مكتب صحة أول بمحافظة الأقصر لمتابعة عمل عيادة الصحة الإنجابية والتطعيمات، وذلك في إطار استكمال المرحلة الأولى من خطة وزارة الصحة والسكان بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد. أوصت عبلة الألفي بضرورة العمل على زيادة معدل تردد السيدات على العيادة، لا سيما مع ارتفاع معدل التغطية الجغرافية للوحدة الذي يصل إلى أكثر من 50,000 نسمة، في حين يبلغ متوسط معدل التردد اليومي 12 حالة فقط، مشيرة إلى أن تحسين الخدمة المقدمة للسيدات سيضاعف من معدل التردد. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار عن تقديم 23,903,773 خدمة طبية، ذلك من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للنسخة الثانية في 31 من يوليو الماضي. وأوضحت وزارة الصحة أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة قدمت 645,778 خدمة، وذلك من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.
افتتحت مستشفيات جامعة طنطا وحدة الغسيل الكلوي الجديدة لتلبية احتياجات مرضى الفشل الكلوي في محافظة الغربية والمناطق المجاورة، وتقدم الوحدة خدمتها الطبية مجانا لنحو 120 حالة أسبوعيا وعلى نفقة الدولة والتأمين الصحي، لتمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية. في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، افتتحت وحدة الغسيل الكلوية الجديدة بمستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة بمستشفيات جامعة طنطا لتلبية احتياجات مرضى الفشل الكلوي في محافظة الغربية والمناطق المجاورة. مستشفى أمراض الكلى وجراحات المسالك البولية الحقيقة وهي وحدة مستشفى جديدة إن شاء الله ستنضم إلى مجموعة مستشفيات جامعة طنطا. هي اتبنت على مساحة 1200 متر على بدروم أرضي وست أدوار، وتشمل 40 مكنة غسيل كلوي على أحدث النظم، وكمان فيها حوالي 21 وحدة سرير عناية مركزة، 14 متقدمة و7 متوسطة، وطبعا فيها غرف عزل المرضى، وأيضا في 8 وحدات للكبسولات الجراحية مجهزة لكافة التدخلات لجراحات المسالك البولية و مجهزة لعمليات زراعة الكلى إن شاء الله. الوحدة تهدف إلى تقديم خدمة طبية متميزة بأحدث التقنيات المتاحة، وهي مجهزة بـ40 ماكينة غسيل كلوي موزعة على دورين، كل منهما يحتوي على 20 ماكينة تشمل ماكينات إيجابية وسلبية، بالإضافة إلى غرف عزل وغرف فردية. أنا مبسوطة إن المستشفى هنا في الجامعة نفس الكواليتي، نفس كل الحاجات دي، إن هو مش مثلاً في فرق او مثلا الواحد يقول لا ده برايفت احسن او كده. انا شايفه ان هنا الدنيا كويسه يعني، الحمد لله. التجهيزات التي تشملها الوحده تتضمن ايضا 5 اسره للعنايه المركزه واخرى للغسيل الكلوي للاطفال، كما تتضمن الوحده على جهاز فصل بلازما لتلبيه احتياجات اقسام المستشفيات الجامعيه، وماكينات مفلترة لرعاية المرضى ذوي الضغط المنخفض وحالات التسمم الدموي، بينما تشتمل التجهيزات على حجرة للتداخلات الكلوية لتركيب وتسليك قساطر الغسيل الكلوي، حيث من المقرر تشغيلها قريباً. أخويا هنا بيغسل بقاله 5 سنين، والخدمة هنا ممتازة جداً، والاستاف كلهم ممتازين وما بيتأخروش عنه بأي حاجة، سواء دكاترة أو تمريض بيقف معاه. وكان برضك عامل حادث قريب، والدكتورة اللي متابعاه بقالها 5 سنين وقفت معاه ووفرت له كل الاحتياجات اللي هو محتاجها. المستشفى كويسة جداً، والتمريض على أعلى مستوى هنا، والصراحة واقفين جنبنا واللي احنا عايزينه كله بالليل الحمد لله يعني. جات هنا بسبب فشل كلوي، كان عندي تسمم حمل ووصلني للفشل الكلوي، والجماعة هنا صراحة وباجي 3 أيام في الأسبوع، حد وثلاث وخميس من الساعة 11 للساعة 3:30، والخدمة هنا جميلة، والحكيمات ربنا يديهم الصحة وناس محترمة وربنا يجازيهم خير يا رب. الوحدة التي تخدم نحو 120 حالة أسبوعيا تقدم الخدمة بالمجان وعلى نفقة الدولة والتأمين الصحي، حيث تمثل الوحدة إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية، وتسعى لتحسين جودة الحياة لمرضى الفشل الكلوي وتخفيف آلامهم عبر تقديم خدمات طبية متكاملة وبأعلى معايير الجودة. وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة إلى زميلة شروق عماد معها التفاصيل. أهلا بك شروق، تفضل. أهلا بك نهى، أهلا حكمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع محافظ القليوبية أيمن عطية موقف المشروعات المالية بنطاق المحافظة وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الري، وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ مشروعات استثمارية على هذه الأملاك مع عدم التأثير سلبا على منظومة الموارد المالية المائية والري، كما تم مناقشة اللمسات النهائية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المساحة ومحافظة القليوبية يتضمن قيام الهيئة بإعداد خرائط مساحية لكافة أملاك المحافظة.
بحث وزير الزراعة علاء فاروق مع السفير البرازيلي بالقاهرة باوليني فرانكو سبل التعاون للنهوض بالزراعة والاستثمارات بالبلدين. كما أشار وزير الزراعة إلى أهمية الاعتماد الإلكتروني للشهادات البيطرية للواردات البرازيلية من اللحوم ومنتجاتها. من جانبه قال السفير البرازيلي إن مصر سوق كبيرة واعدة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العلاقات الزراعية والتجارية تسير بشكل جيد بين مصر والبرازيل. أعلنت وزارة النقل عن التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالمواني البحرية أو ربط المواني البحرية على البحر الأحمر بالمواني البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية أو شبكة الطرق الرئيسية مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، وتراجع خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل بعدما طغت مجموعة من المؤشرات القاتمة لشهر يوليو من الصين على تأثير المخاطر الجيوسياسية. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.58% لتصل إلى 79.46 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.69% ليصل إلى 76.47 دولار للبرميل، فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.91% لتصل إلى 32 دولار للتر. وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.9% لتسجل 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن الصين والسعودية كانتا الوجهتين الرئيسيتين للصادرات الروسية المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت الغاز المنتج بالتقطير الفراغي في يوليو. وارتفعت الصادرات الروسية المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي الشهر الماضي 7% عن يونيو إلى حوالي 4.5 مليون طن بعد استكمال الصيانة الموسمية للمصاف الروسية، ومنذ دخول الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في فبراير 2023، صارت دول أسيوية هي الوجهة الرئيسية للإمدادات الروسية من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي. كشفت مصادر تجارية أن مؤسسة النفط الهندية اشترت 3 ملايين برميل من خام النفط التي تتجه أبوظبي للتحميل في أكتوبر، في عطاء يأتي الطلب القوي على خامات أبوظبي الخفيفة من أكبر شركة تكرير في الهند مع توقف المضاربة على الخامات الأمريكية الشهر الثاني على التوالي. كشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي الهندي أبلغ البنوك التي تتعامل مع الإمارات بتسوية جزء على الأقل من مدفوعاتها التجارية باستخدام الروبية والدرهم مباشرة. وذكرت المصادر أن بنك الاحتياطي الهندي لم يحدد للبنوك هدفا بعينه، لكنه طلب منها إبلاغه بانتظام بحجم هذه المدفوعات، وهذه الإرشادات أكبر من دعوة البنك المركزي للبنوك في 2023 لتسهيل مثل هذه المدفوعات بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإمارات. ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات الجلسة الرابعة على التوالي، وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 3.1% مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين. وصعدت جميع البورصات الأوروبية بينما تراجع المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 2.1% بعد ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 0.5% في يوليو بما يتماشى مع التوقعات. We'll be right back.
انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما نهى وحكمت. شكرا جزيلا لك شو. تمتلك محافظة بني سويف مركزاً للسيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة. يعد مركز السيطرة نقلة حضرية كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات في الدولة. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء فروع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في جميع المحافظات، تمتلك محافظة بني سويف مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة. هذا ويسهم مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ. وقد امتلكت محافظة بني سويف مركز السيطرة الذي يضم 16 مقعداً تم اختيار وتدريب شاغليها من كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز. ويعد مركز السيطرة نقلة حضارية كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات في الدولة، مما يسهم بشكل كبير في التدخل السريع عند حدوث الأزمات، وذلك استكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي. ويهدف المركز إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحوادث وتعزيز التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، حيث يعد إنشاء المركز أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. مصر وقطر والولايات المتحدة تصدر بيانا مشتركا بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد أن المحادثات كانت جادة وبناءة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 40,000 شهيد وسط أوامر جديدة بالإخلاء. خلال زيارته لبيروت وزير الخارجية يؤكد أن إنهاء الحرب في غزة ومنع امتدادها للبنان هو الأولوية المصرية الملحة في الوقت الراهن. إذن انتهت نشرة السادسة. شكرا لكم، إلى اللقاء. في أمان الله.